ألف مبروك يا أستاذ عطيات، مبروك يا عم نوفل. الله يخليك يا عم. مبروك يا حبيبي، والله العظيم لو عندي بنت تانية كنت جوزتها لك. ربنا يخليك يا رب. الله 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 الله، إيه الشياكة دي يا معلم بركة؟ صدقني يا عم نوفل أنا ما رضيتش أزود قوي يعني عشان ما أخطفش الجو من العريس. أهلاً أهلاً بأصحاب الفرح، ألف مبروك يا عم نوفل. الله يبارك فيكي، والله يا معلمة الواحد ما عارف يودي جمايلك دي فين. جمايل إيه بس؟ دعاء دي مش عايزة أقول لك معزتها عندي قد إيه، كأنها أختي بالظبط. ربنا يخليكي يا معلمة. أول دعاء في إيه؟ بتلبس بقى عروس؟ طب ينفع أطمن عليها يا معلمة؟ دي هتفرح قوي، تعالي اتفضلي. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. عقبال ليلتك كده يا حبيبي. ربنا يخليك يا رب يا عم نوفل. الله. أمال فين فين؟ راح يجيب بس البدلة بتاعته زي ما أنتوا جاي على طول. تعالى اتفضل يا عم نوفل. تعالى. ربنا يخليك يا حبيبي. خد بالك منه يا حربي. اللهم صل على النبي، انا لازم اقرصك في ركبتك علشان احصلك في جمعتك. ايه يا بنت يا سهره، انت لسه بنت بتصدق الكلام ده؟ وده كلام تخريف. يلا يلا عايزينها تجهز بقى قبل ما العريس يجي. نجهز فيها ايه يا ست دنيا، دي ما شاء الله زي القمر، حتى شوفي. بصراحه عندك حق، زي القمر يا بنت يا دعاء. بسم الله ما شاء الله. يا صلاه النبي احسن، يا صلاه النبي احسن. مبروك يا دودو يا حبيبه قلبي. عقبالك يا دنيا تلاقي عريس كده يسعدك ويهنيك. هي ان شاء الله. هو انتوا لسه ما خلصتوش يا بنات؟ حالا يا معلمه اهو. طب زين زمان على وصول شاهل امال، ينفع يعني عريس يجي ما لقيش العروسه جاهزه؟ زين 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 لسه بقى لما خرجت من الطقم. في ايه؟ في ايه يا حربي؟ هو هنا يا بار يا معلم. خليك هنا، ما تجيش ورايا. يعني مز مز مز. في ايه يا زين؟ يا واطي يا رخيصه يا سبعه. ايه ده بتعمل ده؟ اتجنن. ابعد انت يا وش المصاري. بتستغفريني يا بنت نوفل؟ كنت فاكره ايه؟ افضل طول عمري مش فاهم حاجة؟ افضل طول عمري مغفل يا بنت نوفل. انت اتجننت؟ اروح على هنا، اوعى يا حربي. سيبني يا سمعتلة. اهدى يا زين وبطل كده بقول لك. اوعى يا حربي. يا زين يا زين استهدى بالله، صلي على النبي يا اخويا. انت مش عارفة الوسخة دي عملت ايه؟ ما هو الموضوع مش زي ما انت فاهم. هو انت كمان كنت عارفة كل حاجة؟ يعني انا الوحيد الحمار اللي فيكم مش عارف حاجة؟ اهدى يا زين وافهم الحكاية مظبوط. ايوه انا خلاص فهمت كل حاجة، وعرفت التمثيلية الوسخة اللي كلكم بتلعبوها عليا عشان اشيل الليلة. اسمعني يا زين بقولك، اخرس خالص اخرس، وبتشوفولكم مخفف غير يشيل الليلة. روح يا زين. اوعى من وش زين. استنى يا زين. ماله زين؟ استنى يا حربي. ايه؟ ايه اللي حصل؟ مش عارف. تعال ورايا، تعال. عشان خاطر الشغل. ايه؟ دعاء كويسة؟ في ايه يا معلمة؟ ماله زين؟ ملوش، ملوش. مفيش حاجة، كل حاجة بخير. عم نوفل معلش ممكن تنزل الناس بس تقول لهم إن الخطوبة اتأجلت. اتأجلت؟ ليه؟ وإيه اللي حصل؟ بعدين هبقى أحكي لك، مفيش حاجة حصلت. بس انزل قول كده للناس لو سمحت. يلا 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 يلا. ايه اللي انت عملته ده يا زين؟ اللي انا عملته؟ اللي انت عملته ده يا حربي؟ بتستكردني يا حربي؟ عايز تقرطصني؟ هي دي الصحبية؟ هي دي الأخوة؟ هو ده العيش والملح يا ابن الأصول؟ يبقى كل الناس عارفة إن دعاء بتسلم نفسها للي يسوى واللي ما يسواش،
إلا أنا. أنت مش فاهم حاجة يا زين. أنا مش عايز أفهم حاجة. دعادي وسخة ماشي على حال شعرها بنت الشرف. اخلص خالص. دعادي أشرف من شرف. أنت لسه برضه عايز تلبسني العمة. هي دي الحقيقة يا زين. دعاء اللي حصل لها ده كان غصب عنها، ما كانش بمزاجها. وأنا إذا كنت داريت عليها فده عشان بحبك يا جدع. دعادي كانت ضحية، فاهم يعني إيه ضحية ولا لأ؟ حرام عليك تسلمها. دي قدامك حاولت إن هي تقتل نفسها وتنتحر. حاولت تبعدك عنها عشان بتحبك، مش عايزة تجرحك ولا تخدعك. لكن أنت يا زين، أنت اللي صممت إن أنت تتجوزها. أنت يا زين مش هي. كفاية! ظهر العز نساك إن إحنا رجالة. أخرجك! من النهاردة أنت مش صاحبي. مش عايز أشوف وشك هنا تاني. اطلع بره! اطلع بره! ماشي يا زين، هطلع برا، مش هتشوف وشي تاني. بس عايز اقول لك على حاجه واحده، انت كده ظلمت دعاء وظلمتني وظلمت نفسك، واللي عملته ده كان غلط كبير، غلط كبير قوي يا صاحبي. ايه سيب حربي يمشي؟ اللي انت بتعمله ده زي ما دي اخرتها، نمسك في خناق بعض ونتفرق، كل واحد فينا راح لحاله. ليه؟ ليه اللي بيحصل ده؟ ده احنا اقرب الناس لبعض. اسكت يا بركه. ما دي اخرتها. مش اسكت. اسكت يا بركه. لا مش اسكت يا زين. ابوس ايدك، ابوس رجلك. مش احنا اللي نعمل في بعض كده. مش احنا. ده احنا اقرب الناس لبعض. ده احنا مالناش غير بعض يا بني ادم. لو افترقنا هنروح لمين؟ هنروح لمين؟ كفايه يا بركه. كفايه. اطلع بره. اطلع بره. مش عايز اشوف حد فيك هنا تاني. مش عايز اشوف حد هنا تاني. ألو؟ أيوة؟ ثانية واحدة، ده أستاذ صلاح. يا صلاح. إيه يا باشا؟ كله تمام. دلوقتي مهاب ورجالته يقدروا يتحركوا. اقلبوا الشقة حتة حتة، ما تسيبوش خرم إبرة لحد ما تلاقوا الورق. يلا. وهاب اتأخر أوي. زمانه جاي في السكة. أيوه يا مهاب، لقيتوا الورق؟ فتشنا الشقة حتة حتة، ما لقيناش حاجة. والبنت اللي اسمها دنيا؟ مش موجودة يا باشا. تاخد الرجالة وتطلع طوالي على بيت المعلمة بتاعت الخردة اللي اسمها انشراح دي، تقلبوا البيت، تجيبوا عليه وطيه، ما تسيبوش خرم إبرة. الورق ده لازم ألاقيه بأي شكل وبأي طريقة. مفهوم يا مهاب؟ أوكي، ورايا.
رشا. ايوه يا باشا. اطلبي لي صلاح، شوفي لي هو فين دلوقتي وتروحي بنفسك تجيبه لي فورا. ايه دي دعاء؟ ما تعمليش لنفسك كده، ارمي توكلك على الله، تبات نار تصبح رماد. قلت لكم سيبونا انا اللي اقول له، قلت لكم سيبونا انا اللي اقول له، يمكن ساعتها كان يقدر ويفهم. معلش يا دعاء، ملحوقه والله العظيم ملحوقه، كل عقده وليها حلال. ما تسيبهاش النهارده، باتي معايا، خليك جنبها. هسيبها ازاي يعني؟ طبعا هفضل جنبها اكيد. ايه ده؟ ليكون زين رجع تاني؟ زين؟ وايه اللي هجيبه تاني؟ معرفش. انا هنزل اشوف فيه ايه. هتجينا رأسك يا مصيبتي يا خرابي، الحقيني يا معلمه. خلاص يا بت، اكتمي خالص. فين انشراح؟ خليك انتي تنزليش. انت يا بت، فين انشراح؟ ايه اللي انت بتهببه ده؟ انت بقى انشراح مش كده؟ ايوه انا انشراح. انت ازاي تخش البيت كده من غير ما تستاذن؟ ما حدش قال لك ان البيوت ليها حرمه؟ ولا ما حدش قال لك مين صاحبه البيت؟ لمي نفسك يا وليا وقولي لي الورق فين. وليا؟ ورق ايه اللي بتتكلم عليه؟ مش عارفه ورق ايه اللي ادولك حربي عشان تخبيه. خبيتي الورق فين؟ وضح بتتكلم عن ايه عشان اجاوبك. انت عارفه انا بتكلم على ايه من غير لف ودوران. اشتري عمرك وقولي لي فين الورق. انا لو عارفه هقول وما بخافش. يلا بقى لم الرحله السوداء اللي حواليك دي واتكل على الله، بدل ما اصوت والم عليك المنطقه كلها واخلي فضيحتك بجلاجل. براحتك يا انشراح. اطلع شوفوا مين فوق، يلا. قومي. في ايه؟ ايه ده المنار ده؟ قومي، ما عنديش وقت دلوقتي. قومي قومي. يلا يا حبيبتي، يلا مش وقتك.